وصلنا لفقرتنا الأخيرة اليوم، مختارات غزر اخترت لكم منها هذا الفيديو لتابع. Your favorite thing about Turner? That he's my brother. It makes me feel good to have a brother again. I love you. Why? Because it makes me laugh. He has the best laugh in the world. Will you still be laughing together when you're adults? Yeah. What's the best thing about being brothers? أخبر أخي بأنه أبي الثاني وسندي في هذه الدنيا وعون لي بعد الله. أخي يعني عيني الثانية، يعني سندي بالحياة، يعني ألمي هو ألمك، يعني إنك تكون المكان الوحيد اللي ممكن ألجأ إليه، يعني إنك تكون الشخص اللي أأتمن على نفسي وأقدم مصلحتك على مصلحتي، يعني إني أشيلك لغدر الزمان ووقت ما أحتاجك ألقاك. نتذكر طفولتنا سوا ونحن لذكرياتنا سوا وأشياء كثيرة ونعم أكثر، كل شيء يتعوض في الحياة، بس إنك تخسر أخ أو أخت فأنت كذا خسرت شيء عظيم، لأنه لما تتوافق آراء الأخوة تكون علاقتهم أقوى من أي شيء في العالم. الله يخلينا لإخواننا وأخواتنا لأنهم عزوة، ولأنهم خط الدفاع الأول عنك، ولأنهم واقفين جنبك في الضراء قبل السراء. وأخيرا ما ننسى قوله تعالى: سنشد عضدك بأخيك. دمتم بحب.